كانوا بيعملوا القسطره الاولى القسطره عاده لما بتتعمل في القلب بتتعمل ببنج موضعي مش بنج كلي يعني فالدكتور بيقول لنا الشريان التاجي في جزء منه مسدود انا حاولت اسلكه بس في تايم دايما بيبقى للقسطره فانا كده تجاوزته فمش هقدر يعني انا خدت الورق والكلام ده وروحت البيت ورحت للطبيب تاني بعديها باسبوع واستاذ قسطره شهير يعني في مصر واتفقت معاه قلت له بقول لك ايه انا هجيلك لك وتفتح لي الحته المسدوده دي في فقال لي هي بتاخد شهر ونص وكلام ده فقلت كده فات عليك اسبوعين قلت له أدي لك اسبوع كام جاي كمان قال لي طب ده متوقف على تحليلات تعملها لي عملت التحليلات قال لي انت زي الفل تعالى اعمل القسطره طبعا بعض الاطباء القلب وكده عرفوا وكلموني وعنفوني ان آه ما ينفعش يعني تعمل قسطرتين في ثلاث اسابيع في ثلاث اسابيع ده فجر يعني او ده جريمه انك تعملها في حق نفسك آه يعني صحيح صحيح وقياس القلب وعضله طب القلب طب والدكتور ازاي يطوعك؟ يعني معلش انا اسفه يا استاذ محمد بس يعني ازاي الدكتور يطوعك؟ انت يعني بالحاح طفولي هقول مم. عايز انت عايز تسلك الشريان ده هو ازاي طوع اللي يعني؟ هو مش عايز حاجه تبقى مسدوده في ما هو ايوه ما هو م م مش بمزاجك عارف عارف طب الدكتور بقى طوعك ازاي؟ يعني قال لي انا اتاثرت بضغط منك وبس قلت له لا ما ينفعش انت كطبيب تتاثر كان لازم ترفض وتقف قدامي وان فعلا طبيا ما فيش حاجه في كتب الطب بتقول اعمل قسطرتين خلال اقل من ثلاثة اسابيع تصدق بقى يعني. انك دلوقتي لقيتني زياده؟ لا الحمد لله انا طالما جاي لك وقاعد معاك كويس لا الحمد لله بس قصدي انه انه ما ينفعش ما انا بقول لك ما ينفعش بس ده جزء آه. من تركيبتي الشخصيه يعني اللي, اللي هو هي ايه بقى تركيبتك الشخصيه اللي هو انا ما بحب يعني انا مش هقعد استنى نزناز يقعد يقرفني يعني او انا هقعد اتابع دكاتره واتحول لمختبر واروح واجي مش دي مقفوله افتح ابوها مره واثنين وثلاثه يعني <applause> <applause> فاذا كان ده كان ينفع في حاجات تانيه ما ينفعش في شرايين القلب أيوة. يعني الامور ما بتتعملش بالخفه دي على راي الدكاتره مم. بس يعني هذا ما تم احنا في الاخر بشر آه.